يا بيي ما احلى المطعم بجنه. طبعا حبيبتي حلو، انا ما باكل غير هون. اهلا وسهلا، شرفتوا، اهلا وسهلا، تفضلي. يسلموا. لا لا انا ما بدي المنيو، بعرف شو بدي اطلب. شوف لقلك بتجيبي شوربه الهيليون، وبدي اخذ بالنسبه للسلطات مثل العادي سلطه القريدس مع الافوكادو، يعني بتعرف نزلي شويه مكرونه. يا مو على هالاكلات العمى بعمري وحياتي مسمعانه فيه. وبتحط لي كمان صومو، صومو على الكافيار، بس ليك لك لا تكتر الكافيار لانه انا بيعمل لي شويه مشكله الكافيار. وبدي بدي كاليماري، كاليماري مقلي، وكرب كمان مقلي، بس ليك لك يعني لا تكتروا القليه، خليها هيك شوي عم تقرش قرشه صغيره لاني انا كثير هيك بحب صوت القرشه تبعها. اسمع لك، وبتجيب لي حمص ومتبل بطاطا، بطاطا انا كثير كثير بحب البطاطا. اي وبالنسبه للطبق الرئيسي بدي جيب لي هامور بس بالفرن. ها يلي بالصوص الابيض. ايوه بس خليه اكسترا صوص بليز. اوكي تكرا. وحضرتك متمزل شو بتحبي تاكلي؟ مثله بالضبط، شو رح تاكل انا باكل. على عيني على عيني، تكرا معي. شكرا. بتعرفي بس تدوقي الاكل هون بحياتك ما رح تنسي طعمته، صدقيني رح تضلي تدعي لي الشهر بكامله. اكيد مهم انت تدفعي الحساب ما تخليني ادعي عليكي كل حياتي. خلصنا بقى ميدي، قلت لك لا يعني لا. حبيبتي لك فكري بالقصة على القليلة، ليش فورا لا؟ هيك شو حبالي؟ شو جنيتي بشو بدي فكر؟ حبيبتي انت بتكوني مجنونة إذا ما وافقتي على هيك قصة. ميديا جوابي النهائي مستحيل. عن جد انك انانية. يعني شلون انانية؟ فهميني يا هي، بأي منطقة عم تحكي؟ انا بعرف انه صوتي ماشي حاله بس مو جاي على بالي يصير مطربة، على اين اساس يعني؟ بقلك على انه اساس؟ على اساس الصداقة طبعا. على اساس صداقة بنطلع مشوار انا وانتي، على اساس صداقة ممكن سلفك مصاري، بس بدك تعمليني معك بالفرقة على اساس صداقة؟ اي والله هي سمعة، روحي عنا يا ليلى. ليلى نعم. طيب شو بدي ساوي اذا المنتج الغبي ما بيساوي الفرقه اللي انت غنيتي فيها؟ معقول تدمري لي حلم حياتي؟ مو معقول. يعني موافقه على شو؟ موافقه قلت لك لا ميديا، وعم تتلعبي بمشاعري كمان لسه هلا تصيري موافقه؟ لك ما عم فكر فيكي، عم فكر بنور لانه ما انا بالبيت. عم اقول لحالي مو معقول تكون صالحتي يا وائل، ولا مجنونه هي بتعملها؟ ليلى هلا خليتيني اركض وراكي من غرفه لغرفه وانت فكرتيلي بنور؟ ماشي.